يعني احنا افتقدنا اتنين في رمضان نفس الاشي، الاتنين كانوا يقعدوا جنب بعض. قد كنت قبلك يا حبيبي. يا ليتني قد كنت في الشفق المغيب يا روحنا. شهيد سمير إنسان زي أي واحد، كان من شغله للدار من دار لشغله، عنده 8 أطفال أصغرهم عمري 3 سنوات، كان مسالم متواضع حنون، عنده بحب العلاقات، العلاقات مع الناس، لسانه حلو، كان يحب يساعد، يجامل، وطبيعته يعني هادي، ما كانش يحب كده أقول لك يعني، بس يحب الأكل، يحب أولاده، يحب اللي حواليه. اللي حسبته داغ عشان أبدأ أخذوا رمزي، ما كناش متوقعين من يوم من الأيام يجي يخدوا منه. بقوم بتطلع بنادي عليه سمير، سمير مالك، سمير مالك، بحط ايدي تحت راسه، برد ارفع اشوف شمال، فكرته داخل، بقول لي الا لقيت بركة دم تحتي، ساعتها عرفت انه اتصاب. اوجعتنا والدمع محبوس ضرير، فارقتنا لكن يعني احنا افتقدنا اثنين في رمضان نفس الشيء، الاثنين كانوا يقعدوا جنب بعض. الاثنين كانوا يقعدوا جنب بعض في رمضان، الاثنين يحبوا تقريبا نفس الاشي، يعني يحبوا عصير اللوز، السوس، التمر الهندي، يحبوا القطايف. يعني اذا كان رمزي في المدرسة يجي يحط حاله شوي برضو ينام، يطلع مع ابو يتمشوا باب المخيم، يكزروا الاثنين مع بعض. مرة يعني رمزي كان عند عمه، قعد يوم هيك او يومين عند عمه في بيت نبالة، بعت لي السنة هذيك بعت لي مسج، يما احكي لابوينا انا اشتقت له، بدي اشوفه، خليه يطلع لي على رام الله. وفعلا حكيت لجوزي هيك رمزي مشتاق لك اطلع له. هلا مش متوقع كيف يعني لما يطلع من السجن ما لاقيش ابوه، او كيف بده يكون حياتنا. رمضان كل سنه كان يروح من الشغل ينام له شوي، يقوم يقول بدي اطلع يمشي في، بحب يمشي كان في المخيم، كان ايام ينزل عند المحسوم يساعد اللي بيكونوا مروحين متاخرين، يقدم لهم مي او تمر. كان حب يشتري العصائر في رمضان، المخللات، يحب الاكل. لما يحين موعد الاذان يجي على الدار، نجتمع كلنا على طاوله واحده، ندعي قبل الاذان، الله يهدي بالنا، الله يرزقه، الله يطول بعمره. بس هيك طبيعته. كان يحب الحلويات في رمضان، خصوصا القطايف، وانا السنه هاي ما عملتش يعني بالمره القطايف عشان هو مش موجود. يعني رمضان هذا يعني غير عن رمضان الايام اللي فاتت، السنوات اللي فاتت، ما لهش طعم وجوده، يعني ترك فراغ كبير بحياتنا وبحياه اولاده. انا لما تصاوب سمير نزلت سكان رمزي واقف تحت، بعرفش اذا سمعني ولا لا، قلت له يا رمزي ابوك تصاوب، ابوك تصاوب. هلا لما اول محكمه رحت قالوا لي منعوا انه نزوره، انا والمحامي ما شفناهوش. ثاني محكمه برضه كنا نفس الشيء، ثالث محكمه شفت ابني، كان له عارف لابوه 103 ايام، بعد يمكن حوالي 15 20 يوم كان يلعبوا باعصابه، قالوا لي هو ابني حكى لي ما جننوني، لعبوا باعصابي، ساعه يقولوا لي ابوك مات وعمك مات، هو بالزنازين بالتحقيق يقولوا له عمك مات ابوك مات. بالاخر لما المحامي داخل قال له لا، اللي استشهد ابوك مش عمك. لما رحت شفته كان وضعه يعني كتير منهار وكتير زعلان، قد ما قدرت مسكت أعصابي قدامه عشان أرفع من معنوياته شوي، ولحديت الآن هو متأثر. يا سعد من في عيشه بالخلد جاور طاهرا، أبدا نحن لداره والقلب. أنا كنت أتفرج على أهالي الشهداء اللي بالتلفزيون،
على ظافر جواد وعلى تعون نابلس وعلى ناصر الحبيب كنت أفقى من العياد، أقول الله كل الله يكون بعونهم الله يصبرهم. لفت وجدت الشغلة علي أنا الثاني، يعني قلت حسيت بالوجع اللي هم اللي كانوا يحسوا بالألم بالفراق بقمة الوجع، هلأ حسيت فيه.